بالنسبة بعد عودة النشاط، قرار الوزير الرياضة كابتن محمود الخطيب اجتمع بينا وقال لنا طبعا أثنى على قرار الدولة أول حاجة، وتاني حاجة على طول إن هو قال لنا لازم نكون سباقين بإن احنا نكون الإجراءات الاحترازية نطبقها بصرامة. طبقا الإجراءات الاحترازية احنا ابتدينا في ملعب مفتوح اهو زي ما انت شايف، لغاية ان شاء الله يوم الاربع الجاي المفروض 15. احنا كفولي يعني إجراءات التلامس بتاعنا بيبقى متوسط، فطبقا ونشرة بتاعة الوزارة ان شاء الله احنا هنخش الصالة نص سبعة ان شاء الله. فاحنا ملتزمين، تلاقي كل المدربين معهم الكمامة بتاعتهم بقدر الامكان، في تباعد ما بين اللعيبة، الحمد لله صحة اللعيبة كلها بخير، ومنبهين عليهم اذا كان في اي اعراض، اي درجة حرارة، رفع درجة حرارة او اي حاجة اللعيب ما يجيش خالص ويبلغ. كان في عندنا اللعيب ابو السعود مخالط لاخوه، عملنا له مسحة على طول وطلعت الحمد لله سلبية، ما فيش اي مشكلة. النادي وكابتن رؤوف عبد القادر بصراحة متابع معانا باول باول الاجراءات الاحترازية دي، مهمة جدا يعني. مشتاقين جدا لعودة النشاط الرياضي طبعا بعد توقف دم تقريبا 3 شهور ونص. كنت مبسوط جدا طبعا ان احنا هنستأنف النشاط فترة طويلة جدا، اول مره تحصل في التاريخ يعني، لكن الحمد لله يعني ان هو رجع، واتمنى ان احنا نساند الدوله وده كان توجيهات الكابتن محمود الخطيب يعني في اجتماع بينا، ان احنا لازم نساند الدوله في كل قراراتها، وان شاء الله سنه سعيده ان شاء الله. بالنسبه لفتره التوقف بمتلا، انا كنت بتابع الوزن، ده كان مهم جدا بالنسبه لي، 3 اشهر كنت بتابع الوزن اسبوعيا حتى في رمضان يعني. بالنسبه طبعا الاجراءات او التدريبات المنزليه انا مش مؤمن بيها خالص، لازم اشوف بعيني اللعيب قدامي. حطينا مع دكتور حسن مخطط الاحمال خطه كده سريعه لغايه عوده النشاط، الحمد لله ماشيين فيها كويس طبعا بالامكانيات اللي انتم شايفينها قدامنا دي. طبعا برضو الامكانيات الحمد لله النادي موفرها، انا جبناها من نادي الجزيره اللي هنا مدينه نصر. بنعمل ما علينا بحيث ان احنا نجهز اللعيبه ان شاء الله اللي هم يخشوا بقى الجيم زي ما قلت لك يوم 15. حتى تمرينات الكرة خفيفة جدا، مفيش جامب كتير لكن في تنمية مهارات بسيطة يعني. طول ما انا شغال في النادي الاهلي انت عارف جمهور ومجلس ادارته وحتى اللعيبة ما بيردوش غير بمركز الاول، الانجازات دي اتمنى ان احنا نحافظ عليها، اتمنى ان احنا نستمر عليها، لان فعلا فرقة الكرة الطايرة بقى لها 3 سنين الحمد لله ما خسرتش ولا بطولة الحمد لله. السنة دي يمكن احنا الفرقة الوحيدة اللي كسبنا البطولة العربية في شهر 2 اللي فات، وبعديها الموسم يعني الرياضة تقريبا قفلت يعني، فالحمد لله اخر بطولة كسبناها. بتمنى ان احنا الدوري باذن الله خلاص الجدول اتحط، وان شاء الله يوم 21/8 هنلعب المؤجلات بتاعتنا مع الطيران ومع بتروجيت يوم 24/26 في ماتش كاس، يوم 28 في الدوري مع تقريبا على ما اذكر كده الشمس. فالدنيا ان شاء الله بتمشي، احنا في تقريبا 4 ماتشات في اسبوع واحد، ده لود هيبقى عالي على الفرقه ان شاء الله. برضو هنحاول ان احنا نعلي الفرقه على طول كده في اللحن البدنيه بالذات، لان هم كانوا صفر تقريبا. والله احنا لسه الموسم ما خلص، بعد ما الموسم يخلص ان شاء الله في بيبقى في تقرير بيتكتب لسيد مدير عام النشاط الرياضي كابتن رؤوف باحتياجات الفريق من لاعبين او ادوات او اي حاجه، لكن انا ما اقدرش اتكلم في اي حاجه خالص غير لما الموسم يخلص. احنا السنه دوري وكاس ان شاء الله، الجمهور انا بقول لك هو السند الاول للنادي الاهلي اللي دايما النادي الاهلي بيتحمى فيه، وهو سند فعلا زي ما انت قلت كده للنادي الاهلي في كل الالعاب مش الفولي بس، وانا بحبهم جدا والله، ولولا هم فعلا النادي الاهلي ما كانش رقم واحد في الدنيا كلها. اهم تحديات عندي دلوقتي ان انا اوقف الفرقه على رجليها بدنيا، دي اهم حاجه، لان احنا قدامنا حوالي 5 اسابيع والدوري يبتدي. دي ان شاء الله يعني يوم 19 ان شاء الله هنبتدي تمرين صبح وبعد الظهر لمده اسبوعين، فعايزه مجهود كبير جدا من الجهاز الفني ومن الجهاز الطبي كمان معانا ومن اللعيبه كمان. لا دي اهم التحديات، ان احنا نوقف اللعيبه بدنيا على رجليهم قبل فنيا، لان البدني مهم جدا دلوقتي بالنسبه لي. طبعا اكيد ده كانت حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، طبعا حضرتك عارف الواحد طول عمره بيلعب رياضه، فلما مره واحده كده يجي الدنيا توقف مره واحده كده كان الموضوع صعب جدا بالنسبه لي، لكن الحمد لله يعني عدت، او يعني ان شاء الله يعني خلاص باذن الله في الاواخر يعني، وان شاء الله يعني ربنا يكرم كده وتبقى النهايه حلوه يعني. والله كنا بنتمرن بس طبعا مش بشكل دايم يعني، بس يعني تمرين يعني لو واحد بيتمرن لوحده يبقى الموضوع صعب شويه،
لكن طبعا مش زهق، الواحد كان بيتمرن شويه شويه بطن ظهر الحاجات الخفيفه ديت عشان برضو القعده مش حلوه يعني. لحد لما كابتن ميدو جه في مره كده في فتره يعني قال لنا لازم نبدا بقى واحده واحده عشان خاطر ممكن النشاط يرجع في اي وقت. ودي طبعا الحكايه دي يعني لما بدانا بدري شويه فرقت معانا جدا والحمد لله يعني. كان في تواصل طبعا مع بعضينا بس طبعا مش بشكل دائم عشان طبعا كان في موضوع طبعا انت لازم يكون في تباعد والكلام ده كله. كان مثلا كل 2-3 مثلا ساكنين جنب بعض بيتقابلوا في حته مثلا لو في جنينه جنب بيتك ولا حاجه بيشجعوا بعض. فدي كانت بتفرق جدا ان يعني اكتريه الفرقه ساكنه جنب بعضها او على كم يعني منطقتين او 3 مناطق كان بيتجمع مع بعض. ودي كانت طبعا بتدي شويه روح شويه ان الواحد برده في حد بيعاك بيساعدك بيشجعك. فكانت فتره كانت صعبه ومهمه برده في نفس الوقت. اكيد طبعا احنا دلوقتي عندنا فتره صعبه جدا ومهمه جدا ان احنا استكمال الدوري. طبعا انت عارف الموضوع بعد الراحه الكبيره دي فطبعا ده هدفنا هدف كبير جدا. طبعا عندنا دلوقتي الدوري والكاس. طبعا النادي الاهلي ما عندوش حاجه اسمها مركز تاني فطبعا اللعيبه كلها عارفه الكلام دوت ان الاهلي يعني رقم واحد يعني لازم اي بطوله تخشها تبقى مركز الاول. هدفنا دلوقتي طبعا عندنا الدوري ان شاء الله هيبدا خلاص يوم 21/8 باذن الله. طبعا طموحنا طبعا ان احنا ربنا يكرمنا السنه دي نكسب الدوري والكاس كالعاده يعني ان شاء الله باذن الله. احنا وعدين الجماهير واداره النادي الاهلي ان احنا دايما نكون تحت حزن النوم طبعا ان احنا نكون دايما في المرتبه الاولى يعني. والله الحمد لله احنا كان عندي اصابه كنت عملت عمليه تنظيف غضروف وكان قرحه والحمد لله قعدت فتره تاهيل ورجعت الحمد لله من 6 شهور يعني. بس بعد كده بدأت مع النادي 2 شهر وبعد كده جه اللي هو فيروس كورونا ده اللي وقف النشاط الرياضي. بس الحمد لله برضك يعني 3 شهور خدناهم راحة وإن شاء الله بدأنا نرجع النشاط الرياضي بدأنا نبدأ واحدة واحدة. شغالين على الجروب اللي عاملين جروب كده مع في الفرقة مع الفرقة يعني. كنا كل أسبوع بنوزن وكل أسبوع الكابتن ميدو كان بيقول لنا على شوية تمارين كده نعملها في البيت فكنا بنعملها يعني على قد ما نقدر. كنا بنتعامل يعني على الجروب الواتساب يعني. والله طموحاتي ان شاء الله اكون موجود في النادي الاهلي ارجع لمستوى الاول المستوى الاول قبل الاصابه وان شاء الله ده الهدف اللي في دماغي يعني اعمله وان شاء الله بنستعد واحده واحده وكله خير ان شاء الله.